مرحبا بمتتبعي قناة شوف تي في. اليوم كنحطوا الرحال بمدينة توري مولينوس اللي تابعة لمراكا بطبيعة الحال. جينا بمناسبة السنة الأمازيغية لهذا المطعم، مطعم بطبيعة الحال مغربي 100%، اللي هو السفير ديال الطبخ المغربي هنا بهذه المنطقة نتاع مالاغا، وبالضبط هنا في توري مولينوس في هذا المكان الجميل وفي هذه المدينة اللي كيعيشوا فيها المغاربة بواحد الشكل اللي هو كبير 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 بزاف. هنايا في هذه المنطقة الزبناء نتاع هذه الخيمة عند ريستورو عربي ماروكي طبعا الحال امازيغي ايضا، فجينا زرناهم باش نحاولوا نهضروا على هذا الريستورو ونهضروا كذلك كيفاش يحتلوا بالسر الامازيغية الى غير ذلك، لانه اقدم مقهى تقريبا عنده شي 15 سنة، 15 سنة هنايا بمسيرين مغاربة أمازيغ من الأطلس، وكذلك حاليا هو بطبيعة الحال لدى مسير آخر مغربي بطبيعة الحال مغربي واللي هو كيقابل بيدو هذا الشيء. بغينا نعرفوا شنو السر ديال هذا النجاح ديالهم والسر شنو هذا ديال الجودة إلى غير ذلك، فغادي نحاولوا أننا ندخلوا لهذا المكان هذا وغادي نشوفوا بطبيعة الحال نهضروا فيه مع مجموعة من الإخوان. فهذا هو هذه هي الريستورون وهذا هو المطعم وهذا هو مجموعة من الكراسي طبعا الحال المغربية الأمازيغية كما كتشوفوا في هذا المكان، هذا المكان الجميل. كذلك غادي يكون معنا السي سمير الأحد المدير يعني ديال هذا المطعم هذا أو المالك ديال هذا المطعم هذا، اللي غادي يحاول أنه يعطينا بطبيعة الحال بعض التصاريح وكيف جات الفكرة وشنو هما الأشياء اللي كيوجدوها في السنة الأمازيغية إلى غير ذلك. سي سمير السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا. نتمنى إن شاء الله تكون مزيان، بصحة جيدة. إن شاء الله اليوم بارك الله قناة فيك. شوف تي في كتزوركم هنايا في منطقة توري مولينوس. طبعا الحال نشكركم بزاف على قبول يعني الدعوة ديالنا. فسي سمير سنة أمازيغية سعيدة على الجميع المغاربة وكذلك مغاربة الجميع إن شاء الله بحول الله. العالم لحضرتك سي سمير، شنو يمكن تقول لنا على مطعم الخيمة وشنو كتوجدوا بهذه المناسبة؟ أولا من كل شيء كنحيي جميع المغاربة وبهذه المناسبة ديال يعني السنة ديال الأمازيغية، وبحكم أنني أمازيغي أنا من مناطق مدينة سيدي إفني الام ديالي يعني من مناطق ديال الاطلس، ولكن كنقولها وكنعاود نقولها يعني كنحيي الامازيغ في كل انحاء المغرب وجميع انحاء العالم، يعني حتى في اوروبا يعني كيتواجدوا معنا مغاربه من جميع انحاء المغرب، وكنحييهم بهذه المناسبه وكنشكرهم بزاف يعني في هذا اللقاء هذا المباشر مع قناه شوف تي في، وكنشكروا قناه شوف تي في اللي ديما كتقربنا وكتقرب المواطنين لبعضياتهم وكتقرب الجاليه المغربيه وكتقرب يعني الحقيقه كما كنقولوا. وبصراحه نعم السبب شنو المأكولات اللي كتوجدوا مثلا واللي كتشاركوا في الشرق الامازيغي؟ بالنسبه لنا حنا المأكولات يعني كنخدموا حنا يعني كما تنقولوا مطعم مغربي 100%، يعني المأكولات اللي كنخدموها وهي يعني الكسكس كما كنقولوا في جميع النواحي، الكسكس يعني بجميع انواع ديال اللحوم، كنخدموا تاع من باستيلا، كنخدموا بينتشيتوس يعني بينتشيتوس ما عرفتش نقولها بالعربيه، وكان المغربي الامازيغيه جميع بما فيها يعني حتى الحلويات، حتى الحلويات عندنا جميع الانواع ديال الحلويات، جميع الانواع ديال الاكلات المغربيه بما فيهم الحريره. وكما قلت لك حنا هنايا الحمد لله كنتواجدوا في هذه المنطقه هذه توري مولينوس مالاغا اللي قريبه للمارفيا، قريبه للجنوب، قريبه حتى للمغرب. وبهذه المناسبه يعني كنطالبوا بجميع المغاربه يعني متواجدين في جميع انحاء العالم وفي اوروبا ان راه الطريق ديالهم هي هذه، يعني توري مولينوس مالاغا راه كيمروا منها، يعني مرحبا والف مرحبا جميع الاطباق المغربيه اللي كيتشهوها واللي كيبغيوها راه موجوده عندنا ويعني بالكاليتي كبيره. وصراحة كما قلت لك كنشكر قناة شوف تي في على هذا اللقاء هذا، واللي بغيت نبين لكم ان كما كتشوفوا كيجي عندكم الا ضروري يعني كل دخله كيجي اي كلينتي يعني ضروري كنقدموا له الشاي ديالنا مغربي، جميع انواع ديال الحلويات مغربيه 100% بما فيها حتى الشباكيه، جميع حتى المشروبات بما فيهم بومز بما فيهم هاواي، يعني الحمد لله حتى الشكل ديال المطعم راك شتيه، يعني نكهه مغربيه 100% لا في الجلسه لا في الامازيغيه 100%،
وحنا كما كنقول لك كنحيوا جميع الامازيغ بهذه المناسبه هذه الحمد لله. ومعنا هنا كما كان نقولوا الاخت خديجه يعني صراحه غادي تكون معنا في هذا اللقاء هذا باش تعرف من المؤسسين تاع هذا المقهى. طبيعه الحال الاخت خديجه هي اللي صراحه اللي وقفت هذا المشروع هذا يعني بالفضل ديالها باش انا وصلت لهذا المطعم هذا يعني تقريبا في شهر 10 فين خديت انا هذا المطعم هذا بحكم ان الاخت خديجه والزوج ديالها هما اللي وقفوا عليه هما اللي داروا الركيزه كما كنقولوا لهذا المطعم هذا. والحمد لله جميع الكليان يعني انا عندي دابا شهرين في هذا المطعم هذا يعني ما كانش شي كليان كيدخل وما كيسولنيش على الاخت خديجه ولا الاخ محمد لان صراحه يعني قاموا بالواجب ديالهم وعطاو زعما واحد الصوره كبيره للماكله والاطباق المغربيه ديالنا. وعلى ديك الاخت خديجه على دوك الاخت خديجه يعني راه واحد سبيسياليست كوسيني راه سبيسياليست تبارك الله عليها وعندها قناه ديالها يعني في اليوتيوب يعني صراحه الله يعطيها الصحه. وكان طالب جميع المشاهدين انهم يتعرفوا حتى اللي ما عرفهاش عن بعد يتعرف على عن قرب هي غتكون معنا عن المباشر ويعاونوها في القناه ديالها. ورا صراحه يعني حتى ليكيب ديالي انا نهار اللي بديت راه بقات معنا هي والزوج ديالها شهرين معنا حتى ليكيب ديالي خدا نفس النكهه نفس يعني الاطباق اللي كتخرج هي وجميع الوجبات اللي كيبغيوها الاخوان هنايا. وبواحد المناسبه يعني راه اللي كيسمع ريستورانتي مغربي كيقول راه غير المغاربه مع ما كنخدموا بالعكس راه كنخدموا حتى الناس الاوروبيين والناس الاسبان راه معروفه بانهم كيموتوا على الماكله ديالنا المغربيه. والحمد لله كما تنقولوا يعني الشكر يعني اي كليانتي كيدخل كيمشي فرحان كيفرح يعني كيتلوها كما كنقول كيبداوها باتاي والحلويات وكيتلوها باتاي وبالحلويات. والحمد لله كنشكر الجميع ومرحبا للجميع مرحبا لاي مغربي في جميع انحاء المغرب. كتواجد هذا الريستورون دي كتواجد هنا في طور ريمولينوس حدا مالاكا حدا مربيه بالضبط بلاصه الساحه اللي كتسمى ادولفو بريزيدنتي سواريس الرقم 12 لوكال جوج. ريستورون تي الخيمه معروفه يعني حتى اللي ما عرفها يدخل غير جوجل يدير ريستورون تي الخيمه كتعطيه العنوان معروفه جايه في السونتر ديال 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 المدينه الحمد لله. سامر غادي نرجع لك بطبيعه الحال غادي شكرا شكرا شكرا. نمشيو عند الاستاذه خديجه بطبيعه الحال احد المؤسسات ديال هذا المقهى او هذا المطعم هذا الفاخر الامازيغي المغربي الجميل. الاستاذه خديجه شكرا بطبيعه الحال على قبول الدعوه. غادي نحاولوا نطرقوا نبداو نرجعوا بك شويه لسنوات سنوات للوراء. نعم. الاستاذه خديجه شكون هي خديجه اولا؟ خديجه اللي خلقت في النواحي ديال صفرو. جيت من القبيله ديال اتادن انا تمازيغت وكنقول اللي مازيغن كلهم اسقواتي غودان اسقواتي مازيغن اسقواتي غودان سنه سعيده على الجميع. وجينا لهنا يا سيدي تحني رحنا نهار اللي جينا لهنا لاسبانيا استقرينا في وين خيرولا. ومن بعد فاش فكرنا باش غادي نديروا المشروع ديالنا انا يعني وراجلي وجينا للطوري مولينوس وقلبنا على محل ولقينا هذا المحل وبدينا فيه والحمد لله مشانا مزيان. كيجيو كانت صعيبه شويه البدايه واش غنقول لك صعيبه بزاف صعيبه البدايه. حنا جينا لهنايا 2006 وبدينا في داك شهر واحد شهر جوج ومن بعد بقينا هنايا كنصوبوه لان دخلنا عليه حنا ما كان فيه والو. وبالمناسبه سافرنا مشينا حتى لتونفيت باش جبنا الزرافي امازيغيه مشينا حتى لتونفيت الاطلس مشينا لتونفيت وجبنا الزرافي امازيغيه وكان الهدف باش غادي نعطيه واحد اللمسه مغربيه وفي نفس الوقت امازيغيه. ولكن دوك الزرافي حيدناهم من بعد ولكن بقات لنا هنا واحد الطبعه ديال هذه الخيمه هذه اللي عندنا هنايا وكافحنا. استاذ خديجه تقدر تجي معايا؟ نعم مرحبا. الديكور اللي درتو الفوق هنايا؟ اييه مرحبا سيدي. الديكور جبتو هذا مين جبتو هذا؟ نعم سيدي. الزخرفه المغربيه. نعم سيدي انا كنت مشيت سافرت للمغرب ودوزت تما تقريبا شي شهرين وانا كنوجد باش غادي ندير واحد حتى واحد الخيمه هنا على برا ولكن ما قبلتها لناش البلديه وعلى الاقل قلت غادي نخلي هاد الطبعه هنايا ديال هاد اسيلاف حنا كنقول له اسيلاف ودرنا هنايا على الاقل غادي نخليو ديك اللمسه ديالنا ديال الامازيغيه هنا في الريستورا. والحمد لله كافحنا ولكن كانت النتيجه الحمد لله عشنا فيه تقريبا هذه 14 سنه وغادي ل 15
15 سنة الحمد لله كيجيو عندنا الدول كاملين، يجيو عندنا اليهود المغاربه، يجيو عندنا النقالزه، الصبليون، فرنساويين، والمغاربه هذه هي الطريق ديالهم من هنا، كيدوزوا دائما كيدوزوا من هنايا ملي كيكونوا داخلين من المغرب ومن هنا كيكونوا راجعين. المغاربه اللي كيمشيو للجزائر خضر يمشيو للجزائر باش يدوزوا ترجع. اييه يدوزوا هذه هي الطريق ديالهم، وكنرحبوا بهم كاملين. الديكوراسيون هضرنا شويه على الديكوراسيون واحد الديكوراسيون مغربي. نعم. محافظين على الثقافه، بقيتوا محافظين على كل شيء. نعم السي محمد، وحتى هنايا الا شتي في هذا التصور هادو راه حنا دايرين تصور شويه اللي كيعطيو لنا ديك ايوا عربي تونسي امازيغي، المهم خلطنا هنايا. حاولتوا انكم يعني تجيبوا واحد المغرب اللي هنا صغير لهذا هذا هو الهدف الصراحه، باغيين نخليو ديك اللمسه ديالنا ديال المغرب، لان ديك الريحه ديال المغرب راه حنا ما كننساو دائما، ولو رحنا هنايا ولكن الروح راها دائما كتكون حاضره في المغرب. اكيد وهذا انت كتشوف، ورحنا عطينا بحال دابا هاد الصوفه هذه راه ديال الخشب، وهذا راه فيها داك بحال داك الفرج ديال هذا المغرب، وعطيناه داك اللمسه ديال المغرب، وهذا الرسم كله جبنا رسام زعما اللي يعطينا شي لمسه امازيغيه قديمه هذه. والله جبنا نعم جبنا الرسام لهنايا اللي غادي يرسم لنا هذا الشيء، حنا كنقول له هو كيرسم لنا باش غادي نديروا ديك اللمسه ديالنا. ايوا سيدي واللي جا مرحبا به، ودابا راه هنايا السي سمير، ولو حنا ما مشيناش، حنا مازالين هنا. نتوما كتجيو عندكم داك الحنين لداك المكان، الله عطيتو المشعل دابا السي سمير، ولا عطيتو المشعل يا سيدي هذاك الله يسخر له، لان كيستاهل كل الخير هذا السيد هذا، حتى هو امازيغي ديالنا وداك جبداتنا داك. نعم سيدي. نتوما عندك الفكره نتاع تشبيب الاماكن، دابا الشباب دابا انتم ربما واش عطيتو المشعل للشباب، يعني هذه الحاجه زوينه نبغيو نشوفوها في جميع المجالات. نعم. بعض الناس اللي كيحتكروا بعض الحوايج وتيبقاو دائما يعني غير هما، ولكن انتم درتوا واحد القضيه لا انت لا السي محمد بطبيعه الحال غادي يمشيو حتى هو غيهضر معنا. نعم سيدي. عطيتو السمير، عطيتو له المشعل. نعم. واش نعم. وصيتو على شي حاجه ولا غير عطيتو له فقط؟ لا عطيناه باش غادي يحافظ على ديك التقاليد ديالنا المغربيه، ديك اللمسه ما غاديش تمشي من هنا، وتا هو راه فرحان. ديك اللمسه اللي درناها قلنا له غادي يمشي عليها، حنا وصيناه باش غادي يخلي هذا الريستورا راه ولدنا ولا بنتنا ولا ما عرفت كيفاش. والشرط الواحد اللي شرطنا عليه هي قلنا له غادي تحافظ له على الحويجات ديالو. على 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 ذكر هذه المساله هذه، والله العلي العظيم نهار اللي كتب اننا باش تفهمنا باش المحل يدوزوه ليا. نعم. والله العلي العظيم تصدق اول هضره اللي قالت ليا، وكنذكرها هي والسي محمد الله يجازيهم بخير بجوج بهم، يعني حنا شرط واحد اللي بغينا منك تحتفظ لينا على المحل الاصاله وعلى السمعه ديالو، زعما صراحه بكل صراحه. وكما قلت لك راه نهار واحد شهر 10 اللي خديت هذا المحل هذا، ما حسيتش براسي بان هاد الناس هادو مشاو، حتى جيتهم في اي اوقات كتجي كتكون الدنيا عندي عامره، كنت في الاول قله الخبره فهمتيني، يعني انا صراحه خدمت في برشلونه، عندي 19 عام في برشلونه خدمت كخيفي ديال الكوزينه، وكانت عندي الامنيه انني ندير شي حاجه ديالتي. نهار اللي جيت لهنايا يعني جيت غير كما تنقولوا غير صدفه، نشوف بنت الاخت ديالي عندي هنا في مالاغا، وجينا تعشينا هنا وعجبني المحل. هاد الناس هادو شلوح، جينا جمعنا معاهم تعشينا مجموعين، وطرحت عندهم الفكره يعني يا ريت كان عندي المحل بحال هكذا. وصراحه هما يعني فرحوا بالفكره، قال لك يعني الا تحتفظين على الاصاله وعلى السمعه ديال المحل حنا مستعدين ندوزوا لك المحل. واش كتعتبروا سي سمير هذا امانه؟ والله العلي العظيم اللي كنقولها بصدق امانه في قلبي، يعني في الرقبه ديالي، يعني لحقاش هاد الناس هادو شي حاجه عطاونا واحد الكنز، زعما صراحه واحد الكنز، وراه صراحه راه حتى ليكيب اللي عندي في الكوزينه راه كتكون من خمسه ديال الناس راه بالفضل ديالها. انا الخبره اللي خديت على برا بفضل ديال السي محمد بحكم التجربه ديالهم، ولكن يعني صراحه النكهه ديال الكوزينه ديال 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 الطعام وديال كلشي من فضل ديال الاخت خديجه، يعني صراحه ركزات لي على الناس على كما كنا نقولوا عندي بنات ودري كلشي باقيين غير صغار، ووصلوا لهم الفكره وصلوا لهم الميساج على ان الاكله خصها تخرج كما بغاو هما، والحمد لله الكليانتي ما كاينش كليانتي اللي كيجي وكيخرج انه ماشيش فرحان، يعني فرحانين وما حسوش بداك التغيير، ما حسوش بداك التغيير بان راه ما بقاوش، وديما كيسولوني فين مشى محمد فين مشات خديجه، ولكن السي محمد وشي خديجه لحقات واحد الوقيته لانه بغى يرتاحوا مساكن، لان راه ما ساهل السنين اللي ضربوا هنايا 15 سنه ماشي ساهله يعني صراحه، وحتى هما مساكن المحل ديالهم راه كما قلتي راه ماشيش فاصل انك تخوي المحل، ماشي فاصل، وكاكو ما حسوش بانهم راه صافي باعوا المحل ديالهم نو، يعني ديما الحضور ديالهم واجب. النهار اللي كنحتاجهم كنعيط لهم جوج دقائق هما عندي،
ويخدموا معايا ويعاونوني ويساعدوني، وكنشكرهم بزاف بهذه المناسبه. يعني صراحه عمرني ما غنسى الخير ديال هاد الناس هادو. السي محمد، السي محمد بطبيعه الحال السي الاصل ديالك من... انا من بني سدن اتدن. اعطينا شي كلمه بالامازيغيه للناس اللي تتدن والامازيغ العالم بمناسبه السنه الامازيغيه. سي محمد المناسبه وسكواس امازيغ ماينو على تنيخي مازيغ نقاح وماذا للعالم. أسقاس النون دامباركيس الصاحب لهنا دوفولكي التمناخي مغربي نقاحي مازيغ للعالم نقاحكم أني اللان الخير لهنا بالصاحب دلامان. نكذي المنطقة النواحي نفاس يتسدن تقبيل هنا يتسدن يوم تقبيل تقدم معروف هاي التاريخ. زي دني مازيغن نق ضد زي الجنوب المغرب، من بعد انتقل غير نواحي مكناس، من بعد انتقل غير المنطقة نسنا ذي لندغي تدن نقلان ينير نفاس دسفرود المنزل ينير نكرات نتنديمين سلمونا سبايا لا تسلم خيط تدن بزاف لا سنتيني خاص قوس النون دامباركي صاحب لهنا. سي محمد كلمة كذلك بالدارجة المغربية على الخيمة، كي جاتكم الفكرة أنكم أستاذة خديجة أنكم تديروا هذا المشروع هذا هنايا؟ أنه الأخت ديالي الزوجة ديالي خديجة كنا جينا لهنا، جات هي الأولى ومن بعد جيت أنا وبدينا كنشتغلوا فوين خيرولا في المدينة فوين خيرولا فوين خيرولا واحد المدينة قريبة من توري مولينوس بعيدة عليها بواحد 17 كيلومتر 18 كيلومتر. اشتغلنا واحد المده ومن بعد قالت لي الزوجه ديالي ما نبقاوش نشتغلوا نديروا شي مشروع ديالنا حنايا اللي نخدموا فيه على راحتنا، لان ماشي بحال فاش كتخدم في المشروع ديالك بحال ملي كتخدم مع الاخر. نعم كيكون وكانت الفكره ديال الزوجه ديالي وتوكلنا على الله وبدينا المشروع. وكانت صعوبات في الاول لان كان المحل ماشي ما كانش بحال هكا، كان كيختلف، كان ماشي مؤهل باش يكون مطعم. وعاد حنا خدمنا عليه، دخلتوا عليه بزاف الاضافات. دخلنا عليه بزاف الاضافات، صوبنا لي تواليت الدخلة، صوبنا الديكور، صوبنا كل شيء تقريبا حنا اللي صوبناه وبدينا نشتغلوا. ما كانش عنده الكليان، الكليان اللي دابا كتشوف حنا اللي خدمنا عليهم، حنا اللي جبناهم، لان في الاول كان خاوي كان مسدود. ايوا يعني الحياه ماشي سهله باش تبني واحد الحاجه، ماشي من السهل باش تبنيها، لان كيخص وقت، كيخص المعقول، كيخص لو سيريو، الجديه وخص تتقن الشغل اللي كدير. اي حاجه كتخدمها خصك تحاول تتقنها، وكل نهار تحاول تقدم شويه الى الامام. مثلا دائما خص الكليان ديالي يجي يلقى شي حاجه احسن من اللي كيشري، احسن دائما من اللي كيجي كيقول لي بالمناسبه واحد مدير ديال واحد لوطيل هنايا كان كيجي ملي بدينا كنفتحوا، بقى كيجي واحد المده حوالي شي 7 سنين وهو كيجي ياكل هنايا الكسكسو كل يوم. كيجي تقريبا كيجي يشرب اتاي وكيجي ياكل الكسكسو. وملي داز واحد المده مع انا وياه تكونات واحد العلاقه وبدا كيحكي لي. واحد النهار قال لي انتم ممكن تكونوا واحد المدرسه. نعم لان قال لي ملي جيت اول مره لهذا المطعم وكيفاش شفتوا وكيفاش انه مشى كيتطور، قال لي انتم ممكن تكونوا واحد المدرسه اللي يستفد منها الكثير. وهاد المدير ديال هاد لوطيل كان صديق ديالي مدة، كان كليان ولكن من بعد تحول لصديق. وهادي من بين الاحداث اللي وقعت لي هنايا. واغلب الكليان اللي عندنا هو المغاربه اللي كيمروا من عبر اوروبا. نعم العابرون. الرساله كتوجه للمغاربه السي محمد بهذه المناسبه، او الرساله اللي عايشين هنا وما عارفينش هذا المخيم، لانه بطبيعه الحال الاعلام كيساعد، التواصل كيتساعد، كاين الناس اللي تلقاهم عارفين كي تلقى ما عارفش انت كتقول لهم ولا بغاو يجونا فين يجيو فين يقدروا يوصلوا لهذه المنطقه هذه بالعنوان او لا باش يوصلوا لهذا المطعم هذا. كاين دابا وسائل التواصل هي اللي معروفه في اكيد عن طريق الانترنت جوجل ولا الفيسبوك ولا والمنطقه. والاسم المطعم هو مطعم الخيمه.
ريستوران تاع الخيمه والعنوان هو توري مولينوس. نعم. بلاصة بريسيدينتا دولفو سواريس، ولكن باختصار توري مولينوس مطعم الخيمه واكل عربي ولا اكل مغربي، وغير يخرج لهم في الانترنت العنوان وكلش. الرساله اللي تقدر توجهها للسي سمير بالمناسبه؟ السي سمير واحد الانسان طيب وكيكافح وكنتمنى انه يستمر على المشروع ديالو كما غادي، ويحتفظ على الجوده والمعقول، لان هنا في العقليه ديال هنا اللي كيوصل هو الجوده والمعقول. أكيد. خارج الجوده والمعقول ما يمكنش تمشي بعيد، لان الخطوات ديالك غيكونوا قلال. لا لا لا.